أعزائي التلاميذ، يجب علينا أن نتذكر ما كنا قد رأيناه خلال هذه السنة. كنا رأينا درسين. الدرس الأول كان تحت عنوان ماذا؟ نعم، كان تحت عنوان التاء المربوطة والتاء المبسوطة. كنا قد رأينا بأن التاء المربوطة هي التاء التي تكتب في الأسماء سواء كانت مفردة ومؤنثة، وتكتب كذلك إذا كان ما قبلها فتحة أو ألف، وتكتب أيضا التاء المربوطة في جمع المذكر إذا كان ما قبلها ألف، وتكتب أيضا التاء المربوطة في المفرد المذكر إذا كان ما قبلها فتحة. إذن أعزائي التلاميذ، ماذا عن التاء المبسوطة؟ من يخبرني بقاعدتها؟ تفضلي. أحسنت. إذن التاء المبسوطة تكتب في الأفعال سواء أكانت حروفها أصلية أو زائدة. دعونا الآن نمر إلى السبورة. يوجد أمامنا مجموعة من التمارين التي سوف نحاول من خلالها الإجابة على بعض الإشكاليات التي يجدها أو تجدونها في الفرق ما بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة. لاحظوا جيدا. نعم، من يقرأ؟ تفضل. أقرأ كلمات كل مجموعة. من يقرأ؟ تفضل. المجموعة الأولى: مدينة، مباراة، بناة، طلحة. إذن من يقرأ المجموعة الثانية؟ تفضل. وقت، ممرات، سكوت، صمت، قرأت. بعد أن رأينا المجموعة الأولى والثانية، من يبين لي الفرق أو يحدد الفرق بين كلمات المجموعة الأولى وكلمات المجموعة الثانية؟ تفضلي. أحسنت. إذن المجموعة الأولى يوجد فيها تاء مربوطة، بينما المجموعة الثانية يوجد فيها تاء مبسوطة. رائع. نمر إلى السؤال الثاني، والذي يقول: أبين مواضع رسم التاء المربوطة في المجموعة الأولى. أين يوجد التاء المربوطة في المجموعة الأولى؟ هل توجد في بداية الكلمات؟ أم في وسط الكلمات؟ أم في آخر الكلمات؟ نعم، أحسنتم، توجد في آخر الكلمات. ماذا عن السؤال الموالي؟ أبين مواضع رسم التاء المبسوطة في المجموعة. نمر إلى المجموعة الثانية. قلنا أن هذه تاء مبسوطة. أين توجد؟ أحسنتم، توجد أيضا في آخر الكلمة. الآن نمر إلى التمرين. قل: أكمل بالتاء المبسوطة أو المربوطة ما يلي. بعد أن علمنا أن التاء المربوطة تكتب في الأسماء المفردة المؤنثة وإذا ما كان قبلها واو أو فتحة، وتكتب كذلك على الجمع المذكر إذا كان قبلها ماذا؟ واو، وتكتب على المفرد المذكر إذا كان ما قبلها فتحة. أما التاء المبسوطة فتكتب في الأفعال سواء أكانت حروفها زائدة أم أصلية. نلاحظ معا: سياحة، كيف تكتب؟ أحسنتم، تكتب مربوطة. لماذا يا ترى؟ سياحة، لأن ما قبلها ماذا؟ فتحة وألف. أحسنتم، فتحة إذن مربوطة. سائحات، ماذا نقول؟ سائحات أو سائحات. إذن ماذا يوجد قبلها؟ يوجد ألف. إذن ماذا؟ تاء مبسوطة. لماذا؟ سائحات لأنها جمع ماذا؟
المؤنث سائحات. ماذا يوجد أمامنا أيضا؟ حياة. نعم صحيح، تكتب بالتاء ماذا؟ المربوطة حياة، لأن ما قبلها ماذا؟ ألف. أحسنتم. حوت. أحسنتم، هي مبسوطة. لماذا؟ لأن ما قبلها واو وفتحة. نعود إلى الكلمة الموالية والتي أيضا تسمى الكلمة. نعم أحسنتم، تاء مربوطة. ماذا يوجد أيضا؟ فتحت، إذن تاء مبسوطة أيضا. رائع. نعيد، سياحة، سائحات، حياة، حوت، الكلمة فتحت. الآن نمر إلى باقي التمارين. لاحظوا معي هذا التمرين، أضع هذه الكلمات في الجدول التالي. يوجد سيارة، مباريات، عنكبوت، رعاة، أصوات. يوجد أمامنا جدول فيه الكلمات، وخانة فيها مفرد، وأخرى فيها جمع، وأخرى يوجد فيها التاء المربوطة، والأخيرة يوجد فيها التاء المبسوطة. الآن سوف نضع فقط العلامة أمام الجواب الصحيح أو الخانة المناسبة لكل كلمة. سوف نحدد هذه الكلمات عما إن كانت مفرد أو جمع، وعما إن كانت تاء الموجودة بها مربوطة أم مبسوطة. لاحظوا معي جيدا، سيارة، سيارة أي واحدة، هل هي مفرد أم جمع؟ أحسنت، إذن هي مفرد. رائع، هي مفرد. هل التاء الموجودة بها هل هي تاء مربوطة أم مبسوطة؟ قلنا بأن التاء المربوطة تكون، أحسنتم، إذن التاء المربوطة. رائع. مباريات، مباريات، هل هي مفرد أم جمع؟ أحسنتم، إنها جمع. رائع. الآن التاء الموجودة فيها هل هي مربوطة أم مفتوحة؟ أحسنتم، إذن هي مبسوطة، أي تاء مبسوطة. عنكبوت، هل هي مفرد أم جمع؟ أحسنت، هي مفرد. الآن نبحث، هل تاء مربوطة أم مبسوطة؟ نعم أحسنتم، تاؤها ماذا؟ مبسوطة. رائع. نمر إلى الكلمة الموالية، رعاة، رعاة. أحسنتم، مجموعة، إذن رعاة هي جمع. هل هي تاء مربوطة أم مبسوطة؟ أكيد إنها تاء مربوطة. أصوات، هل هي مفرد أم جمع؟ رائع، إنها جمع، مفردها صوت. إذن هل التاء مربوطة أم؟ رائع، التاء مبسوطة وليست مربوطة. جيدا أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا اليوم. إلى اللقاء في الحصة المقبلة. لا بأس أن نتذكر أسماء الأشكال الهندسية التالية. كيف نسمي هذه الأشكال؟ إنه المستطيل، وهذا إنه المربع، وهذا
أحسنت، إنه المثلث. المستطيل هو شكل هندسي له خصائصه، له أربعة أضلاع وأربع زوايا قائمة، كل ضلعين متقابلان متقايسان. الضلعان الطويلان نسميهما الطول ونرمز لهما بال كبيرة، والضلعان القصيران نسميهما العرض ونرمز لهما بال صغيرة. أما المربع له أربعة أضلاع متقايسة وأربعة زوايا قائمة، والمثلث له ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا. وضعية الانطلاق: قامت كل من النملة والحلزون والدعسوقة بدورة كاملة على الأشكال التالية: المستطيل والمثلث والمربع. لنحسب المسافة التي قطعتها كل منها، المستطيل: قد قامت النملة بدورة كاملة، أي أنها قطعت الضلع الأول ونسميه بالطول 10 سنتيمتر، ثم ونكتب 10 سنتيمتر، ثم الضلع الثاني ونسميه العرض 8 سنتيمتر ونكتب 8 سنتيمتر، ثم الضلع الثالث وهو الطول وهو 10 سنتيمتر ونكتب 10 سنتيمتر، الضلع الرابع وهو العرض وهو 8 سنتيمتر. نلاحظ أن 10 زائد 8 زائد 10 زائد 8، نلاحظ أن 10 زائد 8 زائد 10 زائد 8 مكررة مرتين، يمكننا تعويضها من كتابة جمعية إلى كتابة ضربية، فتصبح عندنا 10 زائد 8 مرتين أو في 2 تساوي 36. إذن قطعت النملة 36 سنتيمترا. الاستنتاج: المستطيل، لحساب محيط المستطيل أي بيريمتر دو ريكتانغل، عندنا الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض، نعوضها بكتابة أخرى: الطول زائد العرض الطول زائد العرض، تعطينا محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في 2. الآن مع المثلث: قامت الحلزون بدورة كاملة على أشكال المثلث، فقطعت 11 سنتيمتر في الضلع، والضلع الثاني 8 سنتيمتر، والضلع الثالث 9 سنتيمتر، ونكتب 9 سنتيمتر زائد 8 سنتيمتر زائد 11 سنتيمتر، ونقول أن A زائد B زائد C يساوي محيط المثلث. إذن المسافة التي قطعت الحلزون بالسنتيمتر هي 9 زائد 9 سنتيمتر زائد 8 سنتيمتر زائد 11 سنتيمتر تساوي 28 سنتيمتر. الاستنتاج: لحساب محيط المثلث بيريمتر، نقوم بعملية ضلع زائد ضلع زائد ضلع زائد ضلع زائد ضلع، يعطينا
A زائد B زائد C أي ضلع زائد ضلع زائد ضلع. إذن قاعدة محيط المثلث تساوي A زائد B زائد C. لنحسب الآن محيط المربع ونلاحظ أن الدعسوقة قطعت الضلع الأول 8 سنتيمترات والضلع الثاني 8 سنتيمترات والضلع الثالث 8 سنتيمترات والضلع الرابع 8 سنتيمترات. لنكتب 8 سنتيمترات زائد 8 سنتيمترات زائد 8 سنتيمترات. إذا قطعت الدعسوقة 8 سنتيمترات زائد 8 سنتيمترات زائد 8 سنتيمترات زائد 8 سنتيمترات تساوي 32 سنتيمتر. ضلع زائد ضلع زائد ضلع زائد ضلع. لنحول هذه الكتابة الجمعية إلى كتابة ضربية لتصبح عندنا ضلع زائد ضلع في 4 لتصبح عندنا الضلع في 4. الاستنتاج لحساب محيط المربع عندنا الضلع زائد ضلع زائد ضلع زائد ضلع أي الضلع في 4. إذن الاستنتاج الأخير لحساب محيط المربع نقوم بضرب الضلع 4 مرات. تطبيقات. عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، الآن نمر إلى مرحلة التطبيقات ونقوم بالأجوبة على الأسئلة. السؤال الأول، احسب محيط الأشكال التالية واذكر أسماءها. والآن اكتب الأجوبة في دفترك ونعود بعد قليل لمراجعة الأجوبة. إليك الأجوبة: المستطيل، المربع، المثلث. والآن عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة ننتقل إلى التمرين الثاني. احسب محيطي كل من المربع والمثلث في دفترك. لاحظ الشكل ثم قم بإنجاز هذا التمرين في دفترك ثم نعود ذلك للتصحيح. هيا عزيزي التلميذ، أعرف أن إجابتك صحيحة، لكن لا بأس أن نصحح التمرين معا. هيا عزيزي التلميذ، أعرف أن إجابتك صحيحة، لا بأس أن نصحح التمرين معا. هيا. قلنا بأن هذا الشكل مكون من المربع والمثلث، وقلنا بأن لحساب محيط المربع الضلع في 4. إذن ما هو ضلع هذا المربع؟ هو إذن 6. نأخذ 6 ونضربها 4 مرات ونقول 6 في 4 تساوي ماذا؟ تساوي 24 ماذا؟ 24 سنتيمتر. إذن محيط المربع هو 24 سنتيمتر. والآن نمر إلى حساب محيط المثلث، وقلنا بأن قاعدة حساب محيط المثلث الضلع زائد ضلع زائد الضلع. إذن لنلاحظ أضلاع المثلث، عندنا 7 7 والضلع الثالث هو ضلع المربع يشترك مع المربع، إذن هو 6 سنتيمتر. إذن ماذا نفعل؟ سنقوم بجمع 7 زائد 7 زائد 6 تساوي 20 سنتيمتر. Donc ce cours d'aujourd'hui, il est intitulé les adjectifs possessifs. Donc nous allons les identifier et les reconnaître à partir des phrases suivantes. Nous allons les lire tout d'abord. La phrase 1. André et son frère Julien parcourent la France. La phrase 2. Leur oncle les accompagne. La phrase 3. On finira notre tournée demain. La phrase 4. Les Marocains sont fiers de leur monument historique. Donc, tout premièrement, nous allons questionner ces phrases afin de tirer
des mots précis. Donc, André, il est accompagné de qui ou il voyage avec qui? Donc, André, il voyage avec son frère Julien. Donc, c'est ça la réponse. Il parcourt la France avec son frère Julien. Ils sont accompagnés par qui? Ils sont accompagnés par leur oncle. Qu'est-ce qu'on finira demain? Donc, on finira demain notre tournée. De quoi les Marocains sont-ils fiers? Donc, les Marocains sont fiers de leur monument historique. À partir de ces expressions, nous allons mettre en évidence les mots suivants. Sont, leur, notre, et enfin, leur avec S. Donc, à votre avis, à quoi servent ces mots? Sont, leur, notre, leur. Avec S. Donc, ils indiquent l'appartenance de quelqu'un ou de quelque chose. Deuxièmement, nous allons remplacer les mots auxquels ils se rapportent avec d'autres mots. Par exemple, pour la première phrase, nous allons remplacer frère par sœur. Qu'est-ce qu'on va dire? André, est-ce qu'on va dire son sœur? C'est pas convenable. Donc, André est sa sœur. Parcours la France. Pour oncle, nous allons le remplacer par oncle pluriel. Donc, est-ce qu'on va dire un seul leur pour un pluriel? Ce n'est pas évident. C'est pourquoi on doit mettre leur aussi au pluriel. Donc, leurs oncles. Et la suite de la phrase, bien sûr, elle va changer. Les accompagne. Donc le verbe lui aussi, il doit être au pluriel parce que nous avons ici plusieurs oncles et non pas un seul. Nous allons remplacer tourner singulier par tourner pluriel. Notre, elle désigne une seule tournée. Donc pour plusieurs tournées, on doit dire nos tournées. Finalement, nous allons remplacer les Marocains par le Marocain. Donc, le Marocain, tout d'abord, on ne peut pas dire son fier. Donc, le Marocain c'est un autre sujet. Donc, le verbe, il doit s'accorder avec lui. Et fier, la même chose pour l'adjectif, il doit être au singulier. Deux. L'heure ici désigne plusieurs monuments qui appartiennent à plusieurs Marocains. Mais ici, nous avons un seul Marocain. Donc, plusieurs monuments qui appartiennent à un seul Marocain. Donc, comme nous avons dit, le Marocain est fier de ses monuments historiques. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que les adjectifs possessifs, ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent. Et c'est maintenant qu'on va passer à la conceptualisation de la leçon et écrire la règle de cette leçon, les adjectifs possessifs. Donc, chers enfants, ce que nous devons retenir comme règle concernant les adjectifs possessifs est la suivante. Premièrement, qu'est-ce que c'est un adjectif possessif et à quoi il sert? Donc, il sert à indiquer à qui appartient soit une personne, donnant exemple la phrase suivante, « Mon père part en voyage ». Donc, le père, c'est une personne, bien sûr. Un animal. Notre chat est doux. Nous avons ici chat, c'est un animal. Ou une chose. Ta maison est belle. Donc la chose indiquée ici, c'est la maison.
Nous allons maintenant connaître tous les adjectifs possessifs selon leur genre et leur nombre. Donc, quels sont les adjectifs possessifs singuliers? Nous avons les adjectifs possessifs masculins qui indiquent la possession de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un animal qui est masculin. Par exemple, quand je dis « ce stylo est à moi », donc c'est mon stylo. « Ce stylo est à toi », c'est ton stylo. Ce stylo est à lui, donc c'est son stylo. Pour le féminin, il indique donc un nom féminin. Par exemple, nous allons prendre la maman, donc c'est une personne. Quand je dis ma maman, donc cette maman, elle est à moi. Ta maman, c'est à toi. Sa maman, c'est à lui ou bien à elle. Pour les adjectifs possessifs masculins et féminins, le singulier bien sûr, qu'est-ce qu'il indique? Il indique l'appartenance d'une seule chose à plusieurs personnes, à un ensemble de personnes. Par exemple, la classe, elle appartient à plusieurs élèves, donc on dit notre classe, votre classe, leur classe. On va passer maintenant pour les adjectifs possessifs pluriels. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent l'appartenance ou bien la possession de plusieurs personnes, de plusieurs choses, de plusieurs animaux à un ensemble de personnes. Donc, par exemple, ici, j'ai deux stylos, donc je dis toujours mes stylos, tes stylos, ses stylos. Quand il y a, par exemple, plusieurs cahiers qui appartiennent à l'ensemble des élèves, donc qu'est-ce que les élèves disent? Ce sont nos cahiers, parce que chacun possède un cahier propre à lui. Vos cahiers, quand on parle à un ensemble, par exemple, le professeur parle à l'ensemble des élèves, en lui disant « faites sortir vos livres ». Et l'heure, c'est par exemple plusieurs jouets qui appartiennent à plusieurs enfants. On dit « ils jouent avec leurs jouets ».